أبي بكر لإقامة فندق هيلتون، وحولوا بيت السيدة خديجة إلى مراحيض عامة. كيف تتحول مكة إلى لاس فيغاس؟ يعتبر الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو فرض على من استطاع إليه سبيلا. ويؤمن المسلمون أن السير في خطى النبي إبراهيم عليه السلام وعائلته وإعادة عيش محنتهم يطهرهم من كل ذنوبهم. قديما كان الحج للجميع، لكن لم يكن الجميع قادرا عليه. فقبل منتصف الخمسينات كان عدد الحجاج في الخارج نادرا ما يتجاوز 100,000. أما اليوم وبفضل التطور الكبير بوسائل النقل الحديثة والتوسعات المتواصلة التي تنفذها الحكومة السعودية، استوعب مكة عدد الحجاج يصل إلى 3 ملايين. يزداد العدد فيزداد الأجر، وعلى الضفة الأخرى تزداد الأرباح. قديما كان الجميع سواسية في اللباس والمأكل ومشقة الرحلة. أما اليوم فهناك حج 5 نجوم، لا داعي للمشقة، فكل شيء تحت الخدمة. لا داعي للنزول إلى الحرم لصلاة الجماعة، فتوى صغيرة فتمنحك أجر الجماعة بالصلاة في غرفتك. وإذا كنت من أصحاب المناصب الرفيعة فتحج أنت وجميع مرافقوك ومعكم مجموعة هائلة من الحرس السعودي. لا تبدو في ذلك مشكلة كبيرة، فالقادة يحتاجون للحماية، ومن حق الأغنياء التمتع بأموالهم. المشكلة الكبيرة تكمن في أن مكة لم تعد مكة التي عرفها أجدادنا. 95% من المدينة المقدسة تمت إزالتها تماما خلال العقدين الماضيين. بيت السيدة خديجة رضي الله عنها هدم وبني مكانه 1400 من المراحيض العامة والمواضع. بيت أبو بكر الصديق حل محله فندق هيلتون. قلعة أجياد التاريخية المصنفة في تراث اليونسكو تم هدمها وبني مكانها برج الساعة مكة العملاق. البيت الذي ولد فيه النبي عليه السلام تحول إلى سوق للماشية، ثم إلى مكتبة عامة يمنع الدخول إليها. كما هدمت الأعمدة التاريخية التي تعود للعصر العباسي داخل الحرم. مكة اليوم تشبه لاس فيغاس بعمرانها الفخم وغلاء أسعارها. فليلة تريد قضاءها في برج الساعة على أطلال الكعبة ستكلفك ما يقرب من 5,000 دولار في موسم الحج. تقول السعودية إن التحولات العمرانية هدفها تحويل مكة إلى مدينة ذكية، بينما يدور في ذهنك سؤال منطقي يتمحور حول علاقة الذكاء بهدم التراث. سنكتشف شيئا مهما، بل شيئا خطيرا. وبينما يدور في ذهنك سؤال منطقي يتمحور حول علاقة الذكاء بهدم التراث سنكتشف شيئا مهما بل شيئا خطيرا هذه المدينة تسمى الدرعية، وكانت عاصمة الدولة السعودية الأولى التي سقطت عام 1818 على يد الجيش العثماني. تقوم الدولة السعودية اليوم بإعادة ترميم تراث هذه المدينة وبذكاء، ووفقا لمقررات اليونسكو سترمم المباني والقصور القديمة التي تخص رجالات الدولة الأوائل، وسيتم إنشاء متحف فيها. معايير اليونسكو تعرف الدرعية لكنها لا تعرف مكة، التي صدرت فتاوى دينية من كبار العلماء السعوديين بجواز هدم قبور بعض الصحابة بحجة محاربة البدع والشرك وعبادة القبور. معايير اليونسكو وتحذيراتها وغضب تركيا لم يمنع السعودية من هدم قلعة أجياد التي تعود للتراث العثماني. إذن تحافظ المملكة على تراث العائلة الحاكمة مقابل هدم تراث يعتز به المسلمون، وتحويل أرض قبلتهم الدينية لمجمع فندقي ضخم على الطراز الغربي تكاد معه الكعبة المقدسة تختفي بين الأبنية الشاهقة. يقول المثل العربي الشهير: أهل مكة أدرى بشعابها، أدرى بها إن بقيت هذه الشعاب أصلا. شاركنا، لماذا حولت السعودية مكة إلى مدينة رأسمالية خالية من الروحانية؟ ولماذا حرصوا على ترميم آثار ملوكهم فقط وهدموا آثار الصحابة؟ اترك لنا تعليقاً.